الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا مولف هذا الكتاب للحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير، قال رحمه الله: والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول وسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل ذلك ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، ولكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديث المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. الآن هذا يدخل في مسألة مهمة، وهي مسألة تسمى تقوية الحديث بتعدد الطرق والشواهد. تقوية الحديث بتعدد الطرق والشواهد، فما هو الطريق وما هو الشاهد؟ ما هو الطريق وما هو الشاهد؟ الطريق هو أن نفس أن الحديث يأتي من رواية نفس الصحابي لكن يختلف في الرواة. أما الشاهد وهو الحديث يأتي من رواية صحابي آخر، في الحالة دي يعتبر إيش؟ حديث آخر. إذن الطريق ما هو الطريق؟ الطريق يأتي من رواية نفس الصحابي لكن باختلاف في رواته. أما الشاهد، الحديث يأتي من رواية صحابي آخر فيعتبر حديثا آخر. ودليل ذلك وممن أجاد وأفاد في هذا الباب هو الإمام الترمذي، فتجده يروي الحديث يقول: وفي الباب عن ابن عمر وعائشة وأبي سعيد الخدري. هذه إيش اسمها؟ شواهد. وهي أن الحديث يأتي من رواية من؟ من رواية صحابي آخر، فيعد حديثا آخر، يعد ويشهد لهذا الحديث. أما الطريق هو المخرج نفس الصحابي، يعني عن أبي هريرة، لكن مرة يأتي عن أبي صالح، مرة يأتي عن محمد بن كيسان، والحديث يأتي عن ابن عمر، مرة يأتي عن نافع، مرة يأتي عن عطاء إلى غير ذلك. الحديث يأتي عن ابن عباس أو يأتي عن غيره من الرواة، ولكن يأتي من راو، يعني من راو آخر. هذا يسمى ماذا؟ يسمى طريق، يسمى طريق. ولذلك تجد الإمام مسلم ترتيبه يدللك على الشواهد، لأنه يأتي في الباب بأول حديث، وهو الحديث إيش؟ عمر. لا، الحديث الأول اللي بيذكره هذا يسمى حديث إيش؟ اللي بيحطه أول حديث، هو الأصل، هو الذي يجعله أصل الباب. أصل الباب، نعم. ثم بعد ذلك يذكر الشواهد والمتابعات. يعني الحديث اللي بيكون الأول هو حديث الاستدلال، بعدين يذكر حديث ماذا؟ حديث الشواهد والمتابعات. ولذلك تجد أيضا الإمام الحاكم في المستدرك أكثر من ذلك. لكن الفرق بين مسلم وبين الحاكم أن الإمام مسلم لما يذكر الشواهد والمتابعات صحيحة، أما الحاكم يذكر شواهد ضعيفة، وقد أكثر منها في كتابه المستدرك. ومن الذين أكثر في المتابعات الإمام البخاري، وتابعه على ذلك معمر ويونس وإلى غير ذلك، مثل هذه من مثل هذه الأشياء. طيب،
إذن منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. المتقدمين والمتأخرين يرون أن هذه الشواهد وهذه المتابعات يقوي بعضها بعضا وتجبر الضعف الذي يحدث فين في الحديث. وهذه الأسانيد الضعيفة إذا تعددت وكان الضعف منجبرا فإنه يقوي بعضها بعضا. نضرب مثال، مثلا لما نأتي لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا طرقه كثيرة، ورغم أنه ضعيف وأنكره البخاري والإمام أحمد وجمع من الحفاظ، إذن نقول مع ذلك مع تعدد الطرق لكنه إيش؟ كل طريق فيه علة لا تنجبر. فليس شرطا أن الطرق إيش؟ تتعدد، لابد أن يكون الضعف منجبرا، لكن مرات تتعدد الطرق لكن كل طريق فيها علة قادحة لا ينجبر معها هذا ليش؟ هذا الضعف. طيب خذ عندك حديث صلوا خلف من قال، خلف كل من قال لا إله إلا الله، وهذا طرقه كثيرة لكنه معلول عند كل طريق، لكنه معلول عند كل طريق. ولذلك السلف لا يكثرون من تحسين الأحاديث بالشواهد إلا إذا قويت طرقها ولم يكن في رواته كذابا ولا متهما، ولم يكن في رواته كذاب ولا متهم، ولم تعارض أصلا ثابتا، ولم تعارض أصلا ثابتا. وهذا الضابط مهم جدا، وهذا الضابط مهم جدا. أما المتأخرون توسعوا في تقوية الأحاديث بالطرق والشواهد توسعا غير مرضي، وابن حزم أغلق الباب كله، مهما تعددت عنده ما يقبل بها. وعلى كل حال فكلا الطرفين مخطئ، والتوسط هو الصواب. فإذا كان الشاهد وإذا كان الطريق أيها الكرام الفضلاء منجبرة فيه الضعف فإن بذلك تتقوى. ومن هنا قال الحديث الضعيف إذا تعدد طرقه فإنه يقوي بعضها بعضا إذا كان الضعف ماذا؟ منجبر. إذا كان الضعف منجبرا. نعم الله رحمه الله. وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد وليث حجة ثبت الإمام، وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى الله عليه وسلم وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعله رواية ابن عباس لتزوجه ومحرم، ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط، وكذلك أنه اعتمر أربعة عمر، وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومين خائفين مما وقع فيه الغلط. وهذا يدخل في باب علل الحديث، وهذا باب مهم جدا. ولذلك العلة، ما هي العلة؟ العلة هي المرض. ولذلك نقول فلان عليل، يعني فلان ماذا؟ فلان مريض. ولذلك لما نقول لا أعلك الله، يعني أي لا أصابك بماذا؟ بعلة. طيب هذا معناه في اللغة، طب معناه في الاصطلاح. العلماء لهم تعاريف كثر في مسألة تعريف إيش العلة، ولكنها كلها تتفق على أن العلة سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث. سبب خفي غامض يقدح في صحة إيش الحديث. ومن هنا ألف الشيخ المقبل الوادعي
أحاديث ظاهرها الصحة وهي معلة. ليه؟ لأن هذه العلة، العلة القادحة هذه، مع أن ظاهر الحديث إيش؟ السلامة. مع أن ظاهر الحديث السلامة، ولذلك كان دائما علماء العلل كمثل الصيرفي الحاذق الماهر الذي يعرف جودة جودة الأصل من الزيوف. ولذلك لما جاء عبد الرحمن بن مهدي وقيل له كيف تعرفون الضعيف من الصحيح، قال أرأيت إن ذهبت إلى الصائر فأعطيته فقال لك هذا زيوف، أكنت تسأله لماذا كيف تعرف؟ قال لا، قال هكذا نحن، هذه خبرة. ولذلك علماء العلم في كل زمان ومكان ليسوا كثر، علماء العلم في كل زمان ومكان ليسوا إيش؟ ليسوا كثر. ولذلك ابن حجر يقول المعلل خبر ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التنقيش على قادح، ظاهر السلامة، لكن بعد ما حصل التنقيح والتفتيش والتدقيق وجدنا أنه هو إيش؟ وجدنا أنه فيه، أنه فيه، وأنه فيه علة. ولذلك يقول ابن خشيش في كتابه علوم الحديث المعلل أن يروي عمن لم يجتمع به إما بطريق التاريخ، وهذا كمان ولذلك لما قال ابن المبارك لما انتشر الوضع قلنا لهم سموا رجالكم، فكيف تروي حديث صاحبه مات منذ سنين؟ ولذلك كان معرفة علوم الوفيات من أحد أسباب معرفة علل الحديث تماما، حتى لا يستطيع أحد أن يعني يذكر حديث بتاريخ تقدم وفاته عن ميلاد من يروي إيش عنه، أو من طريق الجهة فبأن يروي الخراسان عن المغربي ولم ينقل ينقل أن الخراسان انتقل من الخراسان إلى 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 المغرب. ولذلك من خلال ما تتابعه في كتب العلل فتجد أنهم كانوا دقيقين جدا في بيان هذه العلل، وإن خفيت عن بعض من عن خفيت من بعض من خفيت عليهم. ابن أبي حاتم عنده كتاب في العلل وهو جراح ماهر في هذا الباب، خريت ثبت ابن أبي حاتم في هذا، يقول سألت أبي عن تفسير حديث النبي عليه الصلاة والسلام الرحم شجنة من الرحمن وإنها آخذة بحقو الرحمن، فقال قال الزهري عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام على ما جاء به، وحدثت عن معتمر بن سليمان عن أبي أنه قال كانوا يكرهون تفسير حديث رسول الله بآرائهم. وعن الهيثم بن خارجة قال سمعت الوليد بن مسلم يقول سألت الأوزاعي وسفيان ومالك والليث عن هذه الأحاديث التي فيها الصفة والرؤية والقرآن، فقال أمروها كما جاءت بلا بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا بلا كيف. وأيضا النسخ يعدونه علة، الماء من الماء يعني الاغتسال من إيش؟ من الإنزال، الاغتسال من الإنزال. وهذا حديث هشام بن عروة عن أبي أيوب عن أبي بن كعب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث شعبة عن الحكم عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام المهم قال هو منسوخ، نسخه حديث سعيد بن سعد عن أبي عن أبي بن كعب. وأيضا يدخل في العلل استنباط الحكم الفقهي، استنباط الحكم الفقهي. ولذلك في حديث عن نافع أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أنمروا أهل المدينة أن يقدموا على نسائهم أو يطلقوهن، فإن طلقوهن فليبعثوا إليهن بنفقة ما مضى. قال أبي نحن نأخذ بهذا في نفقة ما في نفقة ما مضى في نفقة ما مضى، إلى غير ذلك من هذا. وأيضا الحديث قد يعلونه لأن أحد رواته اختصر المتن اختصارا مخلا أو رواه بالمعنى. في حديث معمر عن الزهري عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار في الصلاة بأصبعه، عبد الرزاق اختصر هذه الكلمة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضعف، فقدم أبا بكر يصلي بالناس فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فذكر الحديث، وأخطأ عبد الرزاق في اختصار هذه الكلمة، لأن عبد الرزاق اختصر هذه الكلمة وأدخله في باب من كان يشير بأصبعه فين؟ في
التشهد، وأوهم أن النبي إنما أشار بيده فين في التشهد، وليس هو وليس هو كذلك وليس هو وليس هو كذلك. وأيضا يدخلون في كتب العلل الاستفهام عن أحد الرواة الذين يريدون في الإسناد، وهل هو ابن فلان أو هل هو فلان، وقد لا يكون في الحديث علة أصلا، وقد لا يكون في الحديث علة أصلا، فيهتمون بأمر الأسماء والكنى تماما، لأن هذا يدخل فيه علة، كمن يأتي بتدليس التسوية بأن يحذف ضعيفا بين ثقتين كما يفعل بقية، وهو من الذين يدلسون بتدليس التسوية. وأيضا الأحاديث التي تفرد بها أصحابها ويعدون ذلك علة إذا خالفت أحاديث أخرى. وأيضا من الأحاديث اللي في العلل لما يقول لك أصح ما ورد في الباب، وهذا عند الترمذي كثير رحمه الله، يقول لك هذا أصح ما ورد في هذا إيش في هذا الباب، إلى غير ذلك من مسألة العلل. مسألة مهمة جدا، وينبغي المسلم طالب العلم بالذات أن يهتم بهذه الأمور اهتماما كبيرا، ويهتم بالكتب والتصانيف التي تكلمت في كتب العلل. ولذلك من أهم المؤلفات التي تضمنت الكلام على العلل الإيماء في أطراف الموطأ للإمام الداني، كتاب اسمه الإيماء في أطراف الموطأ للإمام الداني، هذا من فوائده يشير لاختلافات رواة الموطأ، فهو مصدر مهم جدا لمن يريد أن يدرس إيش الموطأ. أيضا في كتاب اسمه الأحاديث التي خلف فيها مالك للدارقطني رحمه الله، وأيضا كتاب غرائب مالك وغرائب شعبة لابن المظفر، وأيضا كتاب حديث شعبة والثوري مما أغرب بعضهم على بعض للنسائي، وأيضا مسند عبد الله بن مسعود لابن صاعد، وأيضا العلل لابن أبي حاتم. كل هذه كتب اهتمت بمسألة إيش العلل. صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم، أخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.